ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض صينيه البطاطس بالفراخ. عندي هنا كيلو الا ربع بطاطس متقطعه حلقات، وبصلتين متقطعين حلقات، برضو بصلتين صغيرين، ومعلقتين معجون طماطم او صلصه، وفصين ثوم متقطعين طرنشات، وقرنين فلفل، والتوابل الفلفل وملح وكمون، وعصير طماطم مصفيه بعد ما عصرته. والفراخ عندي هنا انا شايله الجلد بتاعها، بحس ان الجلد بيدي زفاره للفراخ، مش مضطره ان انا احطه. يعني اول حاجه هعملها دلوقتي، هنزل في القلايه بمعلقتين ثلاثه زيت، وهشوح الخضار اللي عندي. هبتدي بالثوم والفلفل والبصل، هنزلهم في قلب القلايه ياخدوا تقليبتين ثلاثه كده مع بعض لحد ما الثوم يصفر شويه، وبعد كده هنزل بالبطاطس، اقلبهم مع بعض شويه، اقعدهم حوالي 5 دقايق بس على النار، مش كتير، انا مش عايزاها تتحمر ولا تستوي، انا بس تاخد ايه تقلبتين ثلاثه كده بس على النار بالظبط كده. الحركه دي بتدي طعم هايل هايل للبطاطس، جربيها وهتعجبك جدا ان شاء الله. بعد كده هفضي البطاطس بتاعتي في البايركس او الصينيه اللي انا هدخلها الفرن. وتاني خطوه بعد كده هشوح برضو الفراخ اللي معايا في نفس القلايه. هشوحها لحد بالظبط ما تاخد اللون ده، او لو احمرت شويه كمان هيبقى احسن. بعد كده افضيها على البطاطس، ولو في اي صوص في القلايه او زيت ده مش برميه، انا برضو بفضيه عشان ده طعم الفراخ في قلبه. وبعد كده عندي عصير الطماطم اللي انا مصفياه من البذر والقشر بتاعه، هحط عليه التوابل بتاعتي، الملح والفلفل والكمون ومعجون الطماطم، واقلبهم مع بعض كويس. وبعد كده هحطهم على الفراخ من فوق وادخلها الفرن. الفرن يكون سخن على اعلى درجة في الفرن، واسيبها من تقريبا من ساعة الا ربع ساعة، وممكن ساعة وربع كمان، لحد ما تستوي معاكي حسب درجة حرارة فرنك. ودلوقتي هجهز الرز، هعمل مع البطاطس رز بالشعرية لحد البطاطس ما تتظبط. عندي هنا في الحلة معلقتين كبار زبدة، وعليهم حوالي 3 معالق زيت. هحمر الشعرية كويس، وبعد ما احمر الشعرية هنزل بالرز معاها. انا بحط كوباية شعرية على كيلو الا ربع رز. تمام كده، شوحت الرز مع الشعرية. بعد كده بقى هنزل بالشوربه او بالميه، بس لو شوربه يعني هيكون احسن كتير. لو ما عندكيش شوربه ممكن تجيبي مكعبين ماجي تدوبيهم في الميه اللي تكفي مقدار الرز اللي عندك، بس تكون سخنه. انا بحط ميه سخنه عشان خاطر يعني اتجنب ان الرز يلزق في قعر الحله اللي استلس، فلازم احط الميه سخنه، وده افضل يعني عشان كمان الرز ما يلزقش ويطلع معاكي مفلفل كده. تمام، هغطيه واوطي عليه واسيبه لما يستوي. كده خلاص صينية البطاطس خرجتها. تمام، طعمها هايل هايل هايل، هيعجبك جدا جدا. جربي طريقتي في صينية البطاطس وان شاء الله تعجبك قوي. وده الرز اللي بالشعرية، قدمي معاها بقى شوية سلطة، شوية مخلل. يا رب تكون صينية البطاطس عجبتكم، طعمها هايل. لو عجبتك ما تنسيش الاشتراك والشير واللايك. يا رب تكون عجبتكم.